صلوا على حبيبنا، صلوا على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت عشنا لحظات مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أثناء هجرته من مكة للمدينة، والأخطار اللي مر بيها في الطريق لغاية ما وصل أخيرا إلى يثرب اللي أصبحت معروفة باسم المدينة المنورة. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، كان الناس كلهم بيتلهفوا علشان يكون لهم شرف استضافته. ولما كانت الناقة بتاعته ماشية على الطريق، كانت القبائل واقفة على الجنبين، وكل قبيلة بتدعوه علشان تستقبله ويقولوا له هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة والمنعة. كانوا بيعرضوا بيوتهم وأموالهم وأنفسهم علشان يستقبلوه ويحموه، وكانوا كلهم مليانين حماسة وحمية ولهفة بالغة. فكانوا بيواجهوا الناقة وياخدوا بعنانها، ويترجوا الرسول صلى الله عليه وسلم انه ينزل عند باب بيتهم ويدخل عشان ينولوا شرف استضافته. ويرفض الرسول صلى الله عليه وسلم بكل أدب ويقول دعوها فإنها مأمورة. وأخيرا وقفت الناقة عند حتة أرض بتخص طفلين يتيمين من بني النجار. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم من على الناقة وقال انه حينزل في المكان ده، وجه كافل اليتيمين وعرض المكان علشان يستخدمه رسول الله، فقال له انه ما يقبلش المكان الا اذا اشتراه، وتم الاتفاق على الثمن. وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبني في البقعة دي مسجد وبعض البيوت. وبعد الترتيبات دي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أقرب الجيران، فجه أبو أيوب الأنصاري وقال إن بيته هو الأقرب، وأكد إن كل شيء عنده رهن لخدمة رسول الله. فطلب صلى الله عليه وسلم منه إنه يحضر له غرفة في بيته. وكان بيت أبو أيوب مكون من طابقين، دورين فوق بعض، فعرض على الرسول إنه ينزل في الطابق الأعلى، لكنه فضل الطابق الأول لأنه كان أسهل لزواره. وتجلى مرة تانية الحب الشديد اللي بيكنه أهل المدينة لرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب وافق على أنه يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يسكن في الدور الأول من بيته، لكنه ما استريحش أنه ينام على سقف بينام رسول الله تحته. ومن الليلة الأولى حس هو وزوجته أنه ما صحش يكونوا في أي مكان أعلى من سيدنا رسول الله. وحصل في مرة ان اناء الماء اتكسر وخرت منه المية على الارض، وخاف ابو ايوب ان المية تقع على الغرفة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فاخد لحافه اللي بيتغطى بيه ونشف بيه المية قبل ما تتسرب من بعض الشقوق. وفي الصبح زار ابو ايوب الرسول صلى الله عليه وسلم وحكى له على اللي حصل بالليل. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قاله ابو ايوب الانصاري، وافق انه يسكن في الطابق العلوي. وكان ابو ايوب بيحضر وجبات الطعام ويطلعها له فوق، فياكل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشاء، وبعدين ياكل ابو ايوب وزوجته اللي يفضل منه. وبعد كام يوم طلب ناس تانيين انهم ينولوا شرف استضافه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا استضافوا اهل المدينه لغايه ما تم اعداد البيت اللي استقر فيه. وكان فيه أرملة عندها ولد وحيد اسمه أنس، كان عمره 8 أو 9 سنين، فجابته للرسول وقدمته له علشان يكون في خدمته الخاصة. وطبعا زي ما احنا عارفين أصبح لأنس ده شأن كبير، خلده تاريخ الإسلام وبقى عالم عظيم وبقى غني كمان، وعاش لما بلغ عمره 100 سنة. وفي أيام الخلفاء كان بيتمتع باحترام بالغ من كل الناس. وروي عن أنس أنه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم من لما كان صبي لغاية لما توفى الله
رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما حصلش ولا مرة قط انه عنفه ولا شخط فيه ولا لامه ولا كلفه أبدا بعمل فوق طاقته. وكان أنس هو خادمه الوحيد طول مدة إقامته في المدينة. وبتبين شهادة أنس حقيقة خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الفترة اللي ابتدى فيها يباشر السلطة ويتقلد السلطان في المدينة وتنفتح له أبواب القوة والازدهار. وفيما بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيد لمكة علشان يجيب أسرة النبي وقرايبه. وكانوا أهل مكة مذهولين بسبب مفاجأة هجرة النبي وأتباعه اللي أحكم تنفيذها والتخطيط ليها. والبعض الوقت ما عملوش حاجة تثير غضبه. ولما غادرت أسرة الرسول مكة مع أسرة أبي بكر ما أثاروش لهم أي متاعب. وصلت الأسرتين للمدينة من غير أي صعوبات. وفي الوقت ده وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أساس المسجد في المكان اللي اشتراه للغرض ده. وبعد كده بنى كان بيت له والبعض أصحابه ورفقائه، وفي خلال 7 شهور كان البناء تم. وبعدين نيجي بقى للفصل بتاع الأخطار تحوم حول المدينة، أو تحوم في المدينة مش حول المدينة، تحوم في المدينة. في خلال أيام من وصول الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة اهتمت جدا القبائل المشركة هناك بالإسلام واعتنقته الغالبية منهم، ولكن كان فيه ناس كتير ما كانتش قلوبهم وصلت لسه ليقين الإيمان. وبكده انضمت للمسلمين طائفة ما كانتش قلوبها مسلمة لله، ولعب أفراد الطائفة دي أسوأ الأدوار في التاريخ اللاحق، إنه بعضهم تاب وبقى مخلص في إيمانه، لكن تانين فضلوا على غلهم وعداوتهم وكانوا بيكيدوا للإسلام والمسلمين. وبعض المشركين رفضوا كلية انهم ينضموا تحت لواء الاسلام، وما قدروش يطيقوا تحمل تزايد اثر الدين الجديد، فهجروا من المدينة لمكة، واصبحت المدينة كلها بلد مسلم، وتم فيها تأسيس عبادة الله الاحد، وتم فيها وما كانش فيه مدينة تانية في العالم كله تقدر تدعي انها نالت الشرف ده، شرف السبق في الإسلام. وبطبيعة الحال ما كانتش فرحة النبي وأصحابه قليلة إن كل ده يحصل في خلال أيام معدودة من هجرتهم، وإن المدينة بأكملها تقلع عن عبادة الأصنام وتتأسس بدل منها عبادة الله الواحد الأحد. ولكن ما كانش لسه في سلام، والأمن ما استتبش تمام للمسلمين. ففي المدينة نفسها كان في مجموعة اعتنقت الإسلام ظاهريا بس، وفي باطنهم كانوا أعداء الداء للرسول صلى الله عليه وسلم. وكمان كان في اليهود اللي كانوا بيكيدوا له باستمرار. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف الأخطار دي كلها، وفضل يقظ وحث أصحابه وأتباعه إنهم يكونوا على حذر. وكان في العادة يفضل صاحي طول الليل. وأخيرا طلب المساعدة في ليلة من الليالي بسبب الإجهاد اللي أصابه من كتر السهر. وعلى الفور سمع قعقعة سلاح، فسأل من هذا؟ فرد عليه صاحب الصوت وقال أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت كي أحرسك. وبالفعل اتحمل أهل المدينة نصيبهم من المسؤولية بأمانة وكفاءة، فهم اللي دعوا رسول الله علشان يجي ويقيم معاهم، ودلوقتي أصبح من واجبهم إنهم يحموه ويدافعوا عنه. فاجتمعت القبائل في المدينة وقرروا انهم يحرسوا داره بالتناوب بينهم. ما كانش في فرق كبير بين الاخطار اللي كانت بتهدد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والاخطار اللي كان بتهدده في المدينة. طبعا ما كانوش اتباعه بينعموا بالسلام في المدينة زي ما كانوا بيفتقدوه في مكة. وكان الفرق الوحيد هو ان المسلمين في المدينة كانوا بيقدروا يعبدوا الله تعالى في المسجد اللي بنوه لعبادته سبحانه وتعالى. فكانوا بيجتمعوا للصلاة 5 مرات من غير ما يتعرضوا للمنع أو للضرب. لكن الأخطار فضلت تحوم في المدينة، وخصوصا لما يدخل الليل ويرخي أستاره على المدينة. ومر 2 أو 3 وفاء أهل مكة من ذهولهم، وبدأوا يحطوا خطط علشان يضايقوا المسلمين اللي فضلوا في مكة. وما فاتش وقت طويل لغاية لما أدركوا إن مضايقة المسلمين اللي فضلوا في مكة وحوالين مكة مش هيجدي وملوش قيمة،
ولابد انهم يهاجموا النبي واصحابه في المدينة ويضطروهم انهم يسيبوا الملجأ اللي لجأوا اليه في المدينة. فبعتوا رسالة لعبد الله ابن ابي ابن سلول زعيم المدينة اللي كان اجمع اهل المدينة على تنصيبه ملك قبل وصول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال اهل مكة في الرسالة انهم انصدموا لما عرفوا ان محمد وصل للمدينة، وان اهل المدينة غلطوا غلط كبير لما وفروا له ملجأ في مدينتهم. وفي اخر رسالة اقسموا بالله انهم هيهاجموا المدينة ما دام انها قاوت عدوهم الا اذا طردوا اهل المدينة او حاربوه. واكدوا لهم انهم لما يهاجموا المدينة هيضربوا كل الرجال بالسيف وهيستبيحوا كل النساء. وذكر كتاب سنن ابو داود نص الرسالة اللي بعتها اهل مكة وقالوا فيها: انكم اويتم صاحبنا، وانا نقسم بالله لتقاتلنه او لتخرجنه او لتخرجنه او لنسيرن اليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وخيل لعبد الله ابن ابي ابن سلول ان الرساله دي كانت نجده من السماء، فاستشار بقيه المنافقين اللي في المدينه واقنعهم انهم لو سمحوا للنبي يعيش منهم في سلام هيجلبوا على نفسهم اعداء اهل مكه، وعلشان كده لابد من محاربته حتى ولو كان من اجل انهم يهدوا خاطر اهل مكه. وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم باللي حصل، فراح لعبد الله بن ابي سلول ابن ابي بن سلول وحاول اقناعه ان خطوه زي دي هتكون انتحاريه. فكتير من سكان المدينه بقوا مسلمين وهم على استعداد للتضحيه بحياتهم من اجل الاسلام، فاذا اعلن عبد الله الحرب على المسلمين فان اغلبيه اهل البلد هيحاربوا جنب المسلمين، وحرب زي دي هتكلفه غالي وهيكون فيها هلاكه هو بالذات. وتأثر عبد الله بالنصيحة دي واقتنع بالعدول عن خطته. وفي الوقت ده أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خطوة تانية كانت في غاية الأهمية. فجمع المسلمين واقترح عليهم إن كل اتنين من المسلمين يعملوا مع بعض رابطة تجمعهم وكأنهم أخوين. وتقبل المسلمون الفكرة بقبول حسن. فاتخذ الأنصار من أهل المدينة إخوة لهم من المهاجرين من أهل مكة. وفي ظل الأخوة دي عرض المسلمين بتوع المدينة على المسلمين بتوع مكة إنهم يشاركوهم في ثرواتهم وممتلكاتهم، حتى إن واحد من المسلمين المدينة عرض إنه يطلق واحدة من زوجتيه علشان يتجوزها أخوه المسلم اللي من مكة. ورفض المهاجرين من أهل مكة العروض الكريمة اللي قدمها لهم إخوانهم الأنصار، ولكن الأنصار فضلوا مصرين على رأيهم. اتعرض الموضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتج الانصار بان المسلمين بتوع مكه هم اخوانهم وعشان كده لابد انهم يشاركوهم في كل اللي بيملكوه. وان كان المهاجرين ما يعرفوش ازاي يفلحوا الارض ويزرعوها يبقى ممكن انهم يقسموا الانصار في غله الارض ان ما كانوش يملكوا الارض نفسها. ورفض المسلمين المكيين شاكرين العرض السخي الكريم ده وفضلوا انهم يفضلوا في مهنه التجاره. وفتح الله تعالى على المهاجرين ابواب الرزق فبقوا اغنياء تاني. ولكن مسلمين المدينه فضلوا ياكدوا دايما ان عرضهم بالمشاركه مع المهاجرين في كل اللي بيملكوه فضل موجود. وحصل كذا مره بعد ما مات واحد من الانصار ان اولاده قسموا ميراثهم مع اللي تاخوا معاهم من المهاجرين. واستمر التقليد ده معمول بيه لسنوات طويله لغايه ما ابطلوا الوحي القراني لما نزلت تعاليمه الخاصة بتقسيم الميراث. وبالإضافة للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار عقد الرسول صلى الله عليه وسلم ميثاق يربط بين كل سكان المدينة. وبالميثاق ده اتحد العرب واليهود مع المسلمين في مواطنة مدنية مشتركة. وشرح الرسول صلى الله عليه وسلم للعرب واليهود إنهم قبل وجود المسلمين كانوا فريقين اتنين في بلدهم، ودلوقتي بقى فيه ثلاث فرق، ولذلك كان لازم يدخلوا كلهم مع بعض في اتفاق يربط بين الجميع ويحقق للكل الاستقرار والسلام. وبالفعل تم الوصول للاتفاق، وكان بيقول ما معناه الاتفاق بقى:
هذا عهد بين رسول الله والمؤمنين به من جهة، وبين كل الآخرين من سكان المدينة من الذين رضوا بالدخول فيه. إذا قتل مسلم مهاجر فديته تدفع للمسلمين المهاجرين، وعليهم تقع مسؤولية فك أسراهم، وكذلك الأمر في كل قبائل المسلمين في المدينة فيما يتعلق بالديات وفك الأسرى. كل من يثير العداوة أو يدعو الخصومة والفوضى سيعتبر عدوا للجميع، وعلى الجميع واجب القتال ضده حتى ولو كان قريب أحدهم أو ولده، فلا يحميه والده ولا قريبه. وإذا قتل مسلم كافرا في معركة فإن أقرباءه المسلمين لا يطالبون بانتقام ولا يساعدوا كافرا ضد مسلم. ولليهود الداخلين في هذا الميثاق حق المعونة من المسلمين، ولا يكابدوا الصعوبات ولا يعان عدوهم ضدهم، ولا يقوم كافر بإيواء أي مكي، ولا يقوم بحراسة ولا حماية ممتلكات أهل مكة، ولا ينحاز إلى أي جانب في قتال يقع بين المسلمين والكافرين. وإذا أوذي مسلم وظلم بلا سبب فمن حق المسلمين القتال ضد المعتدي، ولو هاجم العدو المدينة فإن اليهود سيقاتلون إلى جانب المسلمين ويتحملون معهم نفقات الحرب. والقبائل اليهودية المتحالفة مع القبائل الأخرى في المدينة لهم نفس حقوق المسلمين، ولليهود دينهم أحرار، وللمسلمين دينهم أحرار، وما يتمتع به اليهود من حقوق فهي لأتباعهم. مواطنو المدينة ليس لهم الحق في إعلان الحرب بدون أن يجيز الرسول ذلك، ولكن ذلك لا يجحف بحق فرد أن يعاقب فردا قد أجرم في حقه. واليهود سيتحملون تكاليف مؤسساتهم وتنظيمهم، وعلى المسلمين تحمل ما يخصهم، ولكنهم في حال الحرب يشتركون كوحدة واحدة في تحمل التكاليف. وتعتبر المدينة حرما آمنا مقدسا لا تنتهك حرمته من الأطراف الموقعة على هذا الميثاق. وكل غريب يجيره ويحميه مواطن من أهل هذا الميثاق سيعتبر مواطنا، ولا يحق لأهل المدينة أن يدخلوا إليها امرأة لتصبح مواطنة بدون إذن أهلها. وكل خصام ونزاع فمرده إلى الله وإلى الرسول. أطراف هذا الميثاق متفقون على مقاومة عدوهم، ولا يجوز الاتفاق مع أهل مكة وحلفائهم، وذلك لأن أطراف الميثاق متفقون على مقاومة عدوهم المشترك. المتعاهدون سيبقون متحدين في الحرب والسلام على السواء، لا يدخل أحد منهم في سلام منفصل، ولا يسمح لطرف أن يتخذ طرفا آخر في حرب خاصة به. كل من دخل في الميثاق وارتكب خلقا له سيكون معرضا لعقاب الله، هو الوكيل وهو ناصر المتقين ومحمد نبيه. طبعا ده نقل، يعني مش كلمة بكلمة، يعني ده هو الميثاق في عجالة تم جمعه من نتف الروايات اللي سجلها التاريخ، وبيأكد بدون شك ان الاسس في تسوية النزاعات والخلافات بين طوائف المدينة كانت اسس امينة وواقعية وعادلة. اما الذين خلفوا الميثاق وخرجوا عليه فهم اللي كان لازم يتحملوا مسؤولية المخالفات وما ترتب عليها. فالميثاق واضح بجلاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل فعلا بتمدن وتعاطف مع كل المواطنين التانيين في المدينة، وكان بيحترمهم وبيتعامل معهم زي الإخوات. وإذا كانت النزاعات والصراعات حصلت بعد كده فمسؤوليتها كانت على اليهود. وزي ما سبق وقلنا، مر شهرين أو ثلاثة قبل ما يرسموا أهل مكة خططهم المعادية ضد الإسلام. وجاتهم الفرصة لما وصل سعد بن معاذ سيد الأوس لمكة عشان يطوف بالكعبة. فشافوا أبو جهل وقال له: أتتوقعون أن بإمكانكم المجيء إلى مكة والطواف بالكعبة آمنين بعد أن قدمتم الحماية لهذا المارق محمد؟ أتظن أنك تستطيع منع محمد وإنقاذه؟ أقسم بالله أن هذا لن يكون، ولن تستطيع أن تعود لأهلك سالما. فرد عليه سعد بن معاذ وقال له: خذها مني كلمة، لو منعتمونا من الطواف بالبيت والحج فلن تجدوا سلاما في الطريق إلى الشام. وتقريبا في الوقت ده مرض
الوليد بن المغيرة مرض شديد، وكان واحد من سادات مكة وتوقع ان نهايته جت، وكان سادات مكة التانيين موجودين حول فراشه، وما قدرش الوليد يتمالك نفسه فقعد يبكي. فتعجب السادة الموجودين لبكائه وسألوه على اللي بيبكيه، فقال لهم انتوا فاكرين اني خايف من الموت؟ مش الموت اللي انا خايف منه، انما انا خايف ان دين محمد ينتشر ويتبعه الناس لغاية ما تبيعوا مكة نفسها. وعندها اقسم له ابو سفيان انهم هيقاوموا الوضع ده وهيبذلوا ارواحهم ضد انتشار الدين ده. بعد كده هنقرا عن ازاي المشركين بتوع مكة ابتدوا يستعدوا لمهاجمة المدينة. من الكلام اللي احنا قلناه ومن سرد الاحداث دي هي بيتضح ان هدوء عداوة مكة كان شيء مؤقت وفترة عابرة، فسادة مكة كانوا بيستعدوا لاستئناف الهجوم على الاسلام، واخد الزعماء الراحلين على اللي فضلوا من بعدهم عايشين مواثيق مغلظة انهم يستمروا على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم مدى الحياة، واستنفروهم واستنهضوهم للحرب ضده وضد اتباعه. والمشركين بتوع مكة حرضوا اهل المدينة على حمل السلاح ضد المسلمين وطردهم من المدينة، وانذروهم بالهجوم على المدينة وقتل رجالهم واستعباد نسائهم ان ما عملوش اللي بيطلبوه منهم. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قعد ساكت وما عملش اي حاجة للدفاع عن المدينة، لكان فرط في حق مسؤولياته كشخص مسؤول عن امن وسلامة المدينة. ولذلك أسس الرسول صلى الله عليه وسلم نظام للاستطلاع، وبعت مجموعات من الناس لأماكن مختلفة حوالين مكة علشان يتعرف على علامات استعداد المشركين في مكة للحرب. ومن حين لحين كان بتحصل بعض الحوادث والمشاغبات والمعارك بين المجموعات دي وبين أهل مكة. والكتاب الغربيين بيقولوا إن النبي هو اللي أشعل شرارة الأحداث دي، وإذن يبقى هو المسؤول في زعمهم عن الحرب اللي نجمت بعد كده، ولذلك بيدعوا انه يعتبر الطرف المعتدي. ولكن قدامنا 13 سنة من طغيان اهل مكة ومكايدهم لاستعداء اهل المدينة على المسلمين وتهديدهم بالهجوم على المدينة نفسها، ولا يمكن لاي منصف يحط كل ده قدام عينيه انه يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية عن اشعال الحرب، وان اضطر يبعت بعض السرايا للاستطلاع. فلا شك ان ده يعتبر دفاع مشروع عن النفس. فال 13 سنه من الطغيان والاضطهاد والقتل والتعذيب كانت مبرر كافي علشان المسلمين ياخدوا كافه الوسائل للدفاع عن نفسهم. واذا نشبت الحرب بينه وبين اهل مكه فلا يمكن ابدا يتحمل المسؤوليين مسؤوليتها. دي الامم المسيحيه النهارده بتعلن الحرب لاسباب ادنى واوهن من كده. ولو ان نص اللي ارتكبوا اهل مكة ضد المسلمين كان ارتكبوا بلد في حق شعب من الشعوب الغربية، كانوا يلاقوا فيه المبرر الكافي اللي يخليهم يشنوا الحرب بسببه. فلما يقوم شعب في بلد ما بالتدبير والتخطيط والتعبئة الشاملة للقضاء على شعب اخر، ولما يرغم شعب اي شعب تاني على الخروج من دياره، فهل ما يبقاش للضحايا الحق في شن الحرب؟ الحقيقة المسلمين ما كانوش محتاجين لسبب إضافي لشن الحرب على مكة بعد ما اضطرهم أهلها للخروج منها والهجرة للمدينة. وبرغم من كده فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أعلنش الحرب، ما صدرش منه غير كل تسامح، وقصر كل أنشطته الدفاعية على الاستطلاع فقط، بينما استمر أهل مكة في إثارة قلق المسلمين وإزعاجهم، وحرضوا أهل المدينة ضدهم وتدخلوا فمنعوهم حقهم في الحج، وغيروا طرق قوافلهم المعتادة، وبدأوا يندسوا في القبائل المحيطة بالمدينة ويحرضوهم ضد المسلمين. وبالطبع كانت النتيجة ان سلام المدينة تهدد، وبكده اصبح واجب واضح على المسلمين انهم يقبلوا تحدي الحرب اللي كان اهل مكة بيطرحوه طول 14 سنة كاملة. وتحت الظروف والملابسات دي لا يمكن لعاقل انه يمكن حق المسلمين في انهم يقبلوا التحدي. ورغم ان الرسول كان مشغول في اعمال الاستطلاع الا انه ما اهملش الاهتمام بتلبية الاحتياجات اليومية العادية والضرورات الروحانية لاتباعه في المدينة.
كان الغالبية العظمى من السكان فيها بقوا مسلمين ظاهرا وباطنا، وبعضهم أظهر الإسلام بس مزودش عن كده. وابتدى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤسس الشكل الإسلامي للحكومة في المدينة. كان العرب في الأيام الخوالي بيحسموا نزاعاتهم بالسيف أو بالعنف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل نظام التقاضي، فعين قضاء للنظر في الدعاوي اللي يرفعها الأفراد أو المجموعات بعضهم ضد بعض. وإذا القاضي ما أصدرش إعلان بصحة الدعوة فلا يعتبر للتهمة أي وجود. وفي الماضي كان العرب بيحتقروا المهن الذهنية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ خطوات لمحو الأمية وإشاعة الرغبة في التعليم، وطلب من اللي بيجيدوا القراية والكتابة أنهم يعلموا الآخرين الفنون دي، ووضع نهاية للظلم والقسوة، وفرض القواعد لتحفظ حقوق النساء، وتصدق الأغنياء من أجل حاجات الفقراء وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمدينة، وتمت حماية العمال من الاستغلال، وتوضعت التدابير علشان حفظ حقوق الورث الضعفاء من اليتامى وتعيين الأمناء عليهم وعلى أموالهم، وابتدى تسجيل القروض بالكتابة والتأكيد على الأهمية القصوى للوفاء بالعهود، وكمان تم إلغاء التجاوزات في معاملة العبيد، وأصبح فيه اهتمام بأمور النظافة الشخصية والصحة للسكان، وتمهدت الطرق والدروب وتم توسيعها، واتخذت الخطوات اللازمة للاحتفاظ بنظافتها. وباختصار لقينا أن العرب البدائيين ولأول مرة في تاريخهم بدأوا يخطوا الخطوات الأولى على ضرب التهذيب والتمدن. ولكن للأسف قوى الشر والطغيان ما رضيتش تسيب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين يحققوا أهدافهم النبيلة في القضاء على الجهل والتخلف وتحقيق مبادئ التقدم والتمدن والأمن والسلام، إنما تآمر أهل مكة ودبروا الخطط للعدوان والقضاء على الأمل اللي ابتدى ينمو ويكبر في المدينة. وكان نتيجة المؤامرات إن حصل أهم معركة في تاريخ الإنسانية، واللي بسببها شاءت العناية الإلهية أن تنكسر شوكة الباطل ويظهر نور الحق على العالم كله. كانت المعركة دي هي غزوة بدر، ولا شك إن غزوة بدر كانت من أهم الغزوات في التاريخ الإسلامي كله، وهي دي اللي هنتكلم عنها في الحلقة الجاية إن شاء الله. فإلى أن نلتقي مرة أخرى، لكم مني أفضل الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.